أبلين، ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات من هناك. أهلا بك سيد ميسرة، اسمح لي أن أبدأ إن كان لديكم أي معلومات من الداخل الإيراني وقراءتكم للقرارات الإيرانية. يعني بدأنا نتحدث أولا في المواجهة، ثم تحدثنا عن اعتقالات، عن قتل، استخدام النار الحي، والآن أيضا عزل يطال بعض الهيئات التدريسية. هذه القرارات كيف تقيمونها؟ أنا أولا صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. حقيقة ما تفعله إيران هو نسخة طبق الأصل عن الذي فعلته في سوريا، حصار، تجويع، فصل الموظفين، ثم إلقاء القبض على المتظاهرين، قتلهم في المعتقلات، ثم اتهام جهات دولية بالإرهاب ودعم الإرهابيين والقبض على مئات الأشخاص من العصابات الممولة خارجيا، وكل هذه الأشياء السخيفة. حقيقة أنا ما لفتني هو تصريحات الصادرة عن خامنئي في الأيام القليلة الماضية، شعرت بأنها جنونية، بأن ومن خلالها تقرأين ما بين السطور بأن الضغط أصبح كبير على السلطات الحاكمة في إيران من خلال هذه التصريحات والعداء لانتقاد الغرب وانتقاد أمريكا، والحديث عن محاولة ضرب إيران في العمق اللبناني والعمق السوري واليمني وكل هذه الأمور. هذا دليل على أن الضغط كبير وكبير جدا. ولاحظ أن هذه التصريحات جاءت بعد قيام أعضاء المنتخب الإيراني في المباراة الأولى في كأس العالم برفض ترديد السلام الوطني الإيراني، ومن ثم تصريحات اللاعب الإيراني المهم الذي قال بأن يزيد معه حق ضد هذه العصابات التي تحكم طهران. طبعا أنا لي كثير من العلاقات هنا مع إيرانيين ونتحدث معهم ويرسلون لنا، لأنه نحن عندنا صفحات إخبارية هنا في المدن الألمانية، ننشر المظاهرات ونصور لهم بعض المقاطع وننشرها في صفحاتنا. بالتالي لاحظت أيضا أن معظم المظاهرات تتركز في المناطق ذات الأقليات الكردية والبلوشستان والعرب، ويشكلون ضغط. يعني كأني أنظر إلى خارطة سوريا في عام 2011-2012. طيب. نفس التصرفات ونفس المنطق. سيد ميسرة، للأسف محكومة تحدثت هذا الموضوع. نعم، تحدثت عن التصريحات الإيرانية الرسمية. هناك البعض من يقول أنه ربما هناك سيكون نوع من الصوت المعتدل إذا ما صح التعبير يخرج الآن في ظل هذه الضغوطات. هل فعلا يمكن أن يخرج من قلب هذا النظام صوت معتدل، أو يمكن أن يخلق إذا ما صح التعبير؟ أنا لا أعتقد ذلك، ولكن إن حدث هذا أعتقد أنها مناورة سياسية من النظام، لأن هذه النظامات الأنظمة الشمولية القائمة على الأرستقراطية الدينية، يعني ولي الفقيه يعتبر نفسه ممثل للرب في الأرض، بالتالي ممنوع حدا يناقشه وهو أعلى من رئيس الجمهورية. بالتالي أي ظهور معتدل أو بالتالي سيأخذ من صلاحياته الإلهية، وهذا مرفوض، والحرس الثوري يقف إلى جانب خميني. بالتالي وهم بدأوا بالقتل عمليا، يعني بدأوا بقتل الناس وترهيب الناس وتهديدهم بالسحق والسحل وحكم بالإعدامات. بالتالي لا أعتقد بأن مثل هذه الأنظمة التي تعتقد بأنها تستمد سلطتها من الله مستعدة لتقديم أي تنازلات، وخاصة أننا لا نجد ضغوطات حقيقية من المجتمع الدولي، خاصة أوروبا التي محكومة الآن بين ظرفين، الظرف الاقتصادي الصعب وموضوع البترول والغاز والحرب الأوكرانية التي تهدد أوروبا. بالتالي الحكومة في إيران تستغل هذه المساحة وهذا الهامش الرفيع لتقوم بقمع المظاهرات. طيب، وسنتابع التطورات وأيضا المواقف الغربية. من برلين ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات من برلين، شكرا جزيلا لك.